في الحقيقة مصر عاملة مجهودات كبيرة جدا علشان يطلع الحدث ده بأكمل صورة ونقدر نخرج منه بتوصيات قابلة للتنفيذ، عشان كده في استعدادات كبيرة جدا بتحصل في شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ في شهر نوفمبر اللي جاي، سواء كانت بقى من الناحية اللوجستية أو من ناحية منظومة المشاريع والحملات والاستراتيجيات اللي بيتم إطلاقها، زي استراتيجية الحد من البلاستيك أحادي الاستعمال، واللي هنعرف تفاصيل أكتر منها عن هذه الاستراتيجية من خلال المهندس صابر عثمان، خبير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة والمنسق الوطني السابق لاتفاقية المناخ اللي بينضم لنا عبر الهاتف. صباح الخير يا دكتور. صباح النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين ودكتور علي أبو سن وكافة الزملاء الموجودين في الاستوديو. يعني احنا تقريبا بنستكمل الحديث لان هو نفس المحور او نفس الملف، بنتكلم على فكره التغيرات المناخيه. يعني عاوزين نعرف في البدايه يا باشمهندس فكره استراتيجيه خاصه بالحد من البلاستيك احادي الاستخدام. احنا هنا بنتكلم على البلاستيك احادي الاستخدام اللي بيستخدموه مره واحده ويترمي. ده بيدخل في عمليه اعاده تدوير اللي انا اعرفه، فيعني انا هحد منه خالص باستراتيجيه. هو في الحقيقه طبعا احنا مش في مصر بس، في اغلب دول العالم بننتج كميات كبيره جدا من البلاستيك احادي الاستخدام. هذه النوعيه من البلاستيك بتكون اصلا ناتجه من صناعات البتروكيميائيه، وبالتالي بتصدر عنها كميه كبيره جدا من الانبعاثات. المشكله الاكبر ان بعد انتاج هذه النوعيه من البلاستيك واستخدامها عند القائه في اي مكان أو دفنه أو وصوله للبحر لا يتحلل، بيقعد لفترات طويلة جدا وبيتسبب في مشاكل كبيرة سواء في التربة أو لو وصل للبحار والمحيطات بيتراكم فيها وبيسبب مشكلة كبيرة جدا للكائنات الحية اللي موجودة فيها وبيؤدي لوفيات. ومع الأسف طبقا حتى للدراسات معظم الغذاء اللي بقينا بناكله في الوقت الحالي فيه متبقيات للبلاستيك. باشمهندس صابر معلش هقف مع حضرتك عند النقطه دي، لانه ناس كتير بتقول انه المساله هو خوف بس على الكائنات البحريه لكن لا تؤثر على المناخ ولا تؤثر على البشر، رد حضرتك على ده؟ لا، ما انا بقول لحضرتك هو من لحظه انتاجه هو بيأثر على المناخ بشكل مباشر. ثم يلي ذلك تأثيرات اخرى، زي ما بقول حتى الدراسات دلوقتي اثبتت ان هو احنا في الغذاء اللي بناكله كل يوم مع الاسف بقى فيه متبقيات للبلاستيك. ليه تأثيرات كبيرة جدا على الكائنات الحية والتنوع البيولوجي، ليه تأثيرات كبيرة جدا على أثناء حرقه، بيطلع كميات كبيرة جدا إذا اتحرق من الانبعاثات، فهو في كل المراحل له أضرار، والأضرار بتاعته بتؤدي كمان لزيادة التأثيرات الناتجة من تغير المناخ، ما تغير المناخ نفسه له تأثير على التنوع البيولوجي. صحيح. فالبلاستيك مع الأسف بيزيد هذه التأثيرات بنسبة كبيرة. وبالتالي بدأت العديد من دول العالم إلى إحلال هذه النوعية من المنتجات البلاستيكية بمنتجات أخرى، وعلشان نوصل لهذا خاصة طبعا دي صناعة دلوقتي قائم عليها عدد كبير جدا من مصدر دخل للناس، في ناس بتشتغل في هذا الأمر للنقل والتداول والبيع. صحيح. فبناء عليه لازم يكون في استراتيجية تتبعها الدول، وكل دوله بتعمل استراتيجيه خاصه بيها. يعني هنا الهدف يا باشمهندس هذا المنتج بمنتجات اخرى غير ضاره بالبيئه وقادره على توفير ايضا نفس فرص العماله علشان خاطر نحافظ على الدخل بتاع الناس ما حدش يتضرر منه. نعم. يعني هنا الهدف احنا بنتكلم ان احنا امام استراتيجيه تدريجيه للحد من البلاستيك احادي الاستخدام. ايه البدائل المتاحه وعاوز اعرف مردودها الاقتصادي يعني ايضا؟ ان احنا هنحد منه، احنا هنحله بشيء ثاني. بالتالي لو انا هفترض ان انا لو عندي 10 مصانع بلاستيك يبقى بدالي عندي 10 مصانع لبدائل استخدام البلاستيك علشان نحافظ على فرص العمل للناس. نعم. طيب انا بس هنا سؤالي لحضرتك، البدائل اللي موجوده هل هي الجدوى الاقتصاديه بتاعتها اغلى تكلفه ام اقل؟ طبعا خلينا نتفق ان مش كل البدائل رخيصه، في بدائل طبعا تكلفتها ممكن تكون اقل. في بدائل ثانيه تكلفتها اعلى. لو خدنا مثلا ناخد مثال، مثلا احنا زمان واحنا حتى اطفال كان عندنا كلنا في بيوتنا في شنط قماش. في الوقت الحالي الشنط دي اختفت، يمكن تكون كبدايه تكلفه في الانيشال كوست، يعني لما اجي ادفع دلوقتي اشتري شنطه مثلا قماش
ممكن مقارنة بالشنطة البلاستيك تكلفتها هتبقى في البداية تكلفة كبيرة، لكن عمرها واستخدامها معايا هيكون لمدة أطول. صحيح. احنا بنتكلم حتى على كانوا بيتم استخدام الشنط القماش دي داخل السوبر ماركت يحطوا فيها الحاجات زي ما بيحصل في بعض الدول الاوروبيه دلوقتي، وبتفضل معانا زي ما حضرتك بتقول يا باشمهندس ونستخدمها مره ثانيه ومره ثانيه بدل كميه الاكياس البلاستيك اللي بتتاخد من السوبر ماركت وبعدين بتترمي ونشوف اثرها البيئيه. ايضا في انواع اخرى من البلاستيك الذي يعاد استخدامه او القابل للتحلل، فبالتالي لو وصل للبحار او المحيطات او تم دفنه في اي منطقه يتحلل بصوره كامله. صحيح. ويمكن دي التاثير سواء يعني بيأثر على الانسان بشكل غير مباشر لكنه بيؤثر على الانسان من خلال سلسله الغذاء. بنشكر حضرتك مهندس صابر عثمان خبير التغيرات المناخيه والتنميه المستدامه والمنسق الوطني السابق لاتفاقيه المناخ.